انت كنت صاحب محنه. اي شو اللي لزك باش تكون صاحب محنه؟ والله ما كنتش صاحب محنه قبل، كنا كي دخلت لدومين الفن وليت صاحب محنه، وليت نتعب وليت نشرب وليت نسهر نخالط، كان هذاك هو عالمنا وهذاك هو دوليبنا، ويلزمك تتعب برشا لا غير بيزمك تدخل جو تدخل كذا. وكنت من الاول نحشم. من الاول باش تنحي الحشمه. اي وبعد بشوي وبعد ولت تعب وبعد ولت كا وبعد ولت ما ولا غرام ولت غلبك الشراب. اي غلبني في بريود، اما تو خذيت فيه قرار وغلبته وعطيته على جنب. غلطك الشراب مع ناس. اي غلطني وخسرني في برشا ناس وخسرني في خدمتي وهذه حاجه فاحت شيء معروفة، هي شراب يغلط يضيع، وأنا كنت نشرب ياسر نتعب نشرب. أثر على عائلتك؟ والله يقلقهم شوية، ما جاب ربي أنا حد يحد روحي، قلقهم شوية على خاطر مش متاعنا، أما جاب ربي حد يحد روحي هذيك اللي منعني. وثم ربي سبحانه وسترني ربي من أكسيدونيا، تسترني ربي من مشاكل أخرى، شديتش حبس كبير معناها باش يضرني مثل شديتش حبس كبير، شديتش حبس صغير، وقوف صغير. توقفت في جرته. اي وقوف بطبيعة في جرته الشراب، ولو حتى انت ماكش مذنب باش تولي مذنب، ولو ماكش غلط باش تولي غلط. شنو القرار معناتها كيف خديت القرار؟ ايه انك تبطل الشراب. ايه كيفاش خديت القرار هذا؟ رقدت وقمت شنو؟ والله نم طبيعتي من قبل في صراع مع روحي، في صراع مع ذاتي، يلزمني نبطل، يلزمني كذا، بديت بشوي. نقصت المرة الأولى، بعد علاش تو أنا نقصت وليت نقعد أربع أيام نقعد خمس أيام ما نشربش؟ يبرا نجرب وجمع، هاي هاني مريقل، يبرا قدح علي، قدح نحيت وجمل، والحمد لله خذيت فيه قرار والحمد لله، إن شاء الله نزيد نبطل الدخان. إن شاء الله، نكمل معاك في فكرة الاعتزال، بالنسبة لك أنت في المستقبل، فكرة الاعتزال واردة ولا غير واردة؟ لا صعيب توا. صعيب والله، وعملت الموسم هذا عملته من غير شرب، كان ماشي في بالي اللي من غيره ما نجمش، عديت موسم اللهم صل على النبي، وجمهور اقوى وساريت اللهم صل على النبي. صعيب باش نحاول نعاود نعتزل لا قدر الله، حتى جمهوري توا ما خلانيش وهما رجعوني وراني باش نواصل معاهم.